الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في بداية شكر موصول لكم لأنكم تكبدتم عناء السفر من مدينة القنيطرة إلى مدينة قصر كيف لتغطية هذا الحدث البارز والمهم، ألا هو مباراة صد الوطنية. فيما يتعلق بالتنظيم، يعني وكي لا يفوتني أن أشكر السلطات المحلية وكذلك السلطات الإقليمية، عميد صاحب الشارع مع رئيس وكذلك باشا مدينة قصر كبير اللي سمحوا باش يتقام هذه مباراة السد الوطنية على أرضية القاعة المغطى طيف شاوي مدينة قصر كبير. كما شفتوا وشافوا العديد من المنابر اللي غطت هذا الحدث، الحمد لله نجحنا على مستوى التنظيم. كان تنظيم محكم، كان العديد من التدابير والإجراءات الاحتياجية اللي قمنا بهم، وكذلك اللجنة اللي اشتغلت وخدمت على مستوى لجنة التنظيم على مستوى هذه المباريات. مدينة قصر كبير يعرف عليها تنظيمة الدولية، ليس التنظيمة الوطنية فقط على مستوى الجوية. تتم لما سبق ولما ذكرت، الحمد لله كان تنظيم محكم، كانت أجواء رياضية أخلاقية، الفرق جميعهم حضروا بالترحاب وحضروا بحب المعادلة الحسنة، كل واحد يعني كان قاعد في الأجواء اللي كان كحلم فيها. الفرق اللي تعبدوا يعني عنق السفر وجو من المدينة بعيدة، كذلك لقوا أنهم في حلم ولعبهم في المدينة ديالهم، ما كاين شي فرق كبير ولا حاجة. فيما يتعلق بالمسمى الوطني، كنت حدا متنوع. العمل ديالنا كما ذكرت في المنظر ديالكم المحترم، نحن في بداية المسار، ومع ذلك هذه المباريات ديال التنظيم ديال مباراة السد أو أي مباريات كتبقى على الهامش أو المباريات كأنشطة موازية كتقوم بها العصبة، لأن يعني العصبة عندها مشاريع هي أهم وأكثر، يختم إنجاز الأجراء ديالهم والتنزيل ديالهم من أرض الواقع في القارب العزيز بمعية الجامعة الملكية المغربية في كرة القدم. هذا مباراة السد كيحظوا بالمناصب الاهتمام وكذلك قبل العصبة الوطنية كنا لجنة مركزية القدم المتنوعة لكرة القدم داخل القاعة، كنا كنقوموا يعني بتنظيم هذه المباريات. النجاح ديالهم كمثل النجاح اللي كان قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.